قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. ولو تأملت إلى الاستثناء فإنه يعود إلى تكفير الأعمال. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالاستثناء ها هنا يعود إلى تكفير الأعمال. حتى قال سفيان بن عيينة في هذا الحديث: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. ومعنى الحديث أن الله تعالى في يوم الحساب ويوم التغابن هناك مقاصة، فإن الظالم ومن تعدى على الناس فإن الله تعالى يأخذ من حسناته على قدر مظلمته، على قدر المظالم التي اقترفها، يأخذ من حسناته، من صدقاته، من صلاته، من نوافله، من غيرها، على حسب ما اقترفه من أعمال، حتى لا يبقى إلا الصوم. قال: إلا الصوم. هذه لا مقاصة فيها، هذا الوجه، وجه الاستدلال بالحديث. قال: إلا الصوم. فإذا جاء إلى الصوم، قال أهل العلم: فالله يتحمل عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بسبب هذا الصوم.